اقرا وياكم راب كونتين. بعد ذلك حنعمل اندرويد. تكست حيكون مثلا فيها محمد عيسى، حنعطيه مثال. اوكي نعمل انتر. حنعمل اندرويد التكست او تكست كولر. التكست كولر حيكون باللون، او ممكن احنا نحدد التكست كولر من، احنا عندنا تكست فيو لينير اخر تكست فيو، هذا تكست فيو الكولر حيكون تكست كولر حيكون التكست كولر بلون مثلا، انا افضل لون عندي هو الازرق انتم تعرفون اكيد. اوكي فحيكون بهذا الشكل، طبعا هنا يظهر. اوكي حيكون بهذا الشكل محمد عيسى، وهذا اللون التكست كولر ما عندنا مشكله فيها. ايضا حامل اندرويد تكست appearance حيكون من الاندرويد. اوكي اندرويد اتريبيوت، اندرويد نقطتين اي تي تي. اوكي اتريبيوت، هذا الاتريبيوت حيكون تكست تكست appear appearance large. اوكي هذا اللي انا احتاجه. هنا انتهي من التكست فيو الاول. التكست فيو الثاني شو اللي راح اضع فيها؟ لاحظ هنا انا وضعت التكست فيو الاول. في شيء احنا نسيناها، هنا لازم نضع له اي دي. هذا الاي دي مثلا تكست فيو للنيم. اذا هذا التكست فيو للنيم، طبعا هذا الاي دي احنا نسينا هون نكتب له اي دي. اوكي هذا حيكون التكست فيو للنيم. اذا بدت الصوره تتوضح لك، احنا وضعنا في البدايه الايمج، تخلصنا من الايمج. اوكي الان ناخذ النيم، بعد ذلك نبدي بكتابه الباقي. هنا طبعا يبقى الترتيب عليك انت، على ذوقك انت كيف انت تريد تعمل الترتيب. ناخذ كوبي من هذا، ننزل للاسفل، نعمل بيست. هذا التكست فيو الثاني. شو الاشياء اللي انا ممكن استخدمها في التكست فيو الثاني؟ طبعا اول شيء انا لازم اغير الاسم. الاسم حيكون الديت مثلا اوف بريث. اوكي راب كونتين، راب كونتين ما في عندك مشكلة. اللون التكست كولر هذا التكست كولر حيكون باللون مثلا بهذا اللون. اوكي حيكون بهذا اللون. وهنا انا حكتب مثلا ال date of birth اوكي مثلا نقطتين 14 اكتوبر 1984. اوكي هذا تاريخ ميلادي 1984. اذا هذه الاشياء اني راح احتاجها في البدايه بالنسبه للتكست بريثدي. اخذ نسخه من هذا التكست، انزل للاسفل، اعمل بيست اخر. اوكي التكست الثاني اللي حيكون مسؤول عن من، البريثدي احنا عملناها. احنا عندنا مثلا الهايت. اوكي اذا هذا حيكون تكست فيو لمن؟ للهايت. اوكي تكست فيو للهايت، راب كونتين، راب كونتين ما في مشكله. بس هون حنغير هذا، حنعمله هايت. اوكي وحنعطي مثلا لمحمد كان 1.5 بهذا الشكل احنا كنت كاتبينه. هايت حيكون بهذا الشكل
جميل. وهذا هو اللون. التكست appearance ما يحتاج يكون باللارج لأنه حيكون بجانبه، يعني حيكون small. text appearance small. خلونا نشوف الديزاين. لاحظ هذا بهذا الشكل صار. اوكي text appearance android attribute text appearance small. جميل جدا. بعد ذلك حنعمل enter آخر. ناخذ text view نعمل paste آخر. الهايت لاحظ لاحظ الهايت أصبح الأبيرانس عندك صغير جدا. الهايت احنا عملناها ما في عندنا مشكلة. يبقى عندنا الكانتري. هون نطلب الكانتري اللي هو كانتري. اوكي الكانتري راب كونتين راب كونتين. وفي عندنا طبعا التكست مفروض يكون فيها الدولة. احنا الدولة هون اختارينا لمحمد عيسى هي إيراك كركوك. اذا إيراك كركوك جميل. مدينة الذهب الأسود الغنية بالنفط. نعمل Enter أو لا Ctrl Z. اللون حنختاره مثلا هذا. لاحظ إيراك كركوك. اللون حنختاره الكانتري مثلا باللون الأحمر. أوكي باللون الأحمر إيراك كركوك. بعد ذلك راح نغلق اللينير وحنغلق هذا اللينير. ما عندنا أي مشكلة فيها. اللينيرز تم إغلاقها. يبقى أنه نعمل أشياء أخرى. منها أحتاج إلى التكست فيو مرة أخرى. هذه المرة التكست فيو حيكون طبعا إحنا في عندنا التكست فيو للديسكريبشن. أوكي description ايضا حيحتاج text view لل description. اوكي وحيكون هذا الID بالكابيتال حتكون مبين description. وعدنا الراب كونتنت راب كونتنت ما في مشكلة. وهذا حيكون في داخله description. جميل حيكون في داخله description. واللون حنعطي اكيد بلون اخر. ما معقول نعطي بلون الاحمر. حنعطي مثلا باللون البرتقالي الغامق. طبعا يبقى الاختيار عليك انت. هذا هو الديسكريبشن ولون الديسكريبشن. بعد ذلك حنحتاج الى تكست فيو اخر. كنترول زي كنترول سي كنترول في. نحتاج تكست فيو اخر. هذا التكست فيو اللي هو مسؤول عن ديبارتمنت. اوكي اللي هو مسؤول عن الديبارتمنت دي كابيتال. اوكي وحيكون هنا الديبارتمنت حيكون في التكست موجوده في التكست. اوكي نقطتين نعطي مسافه وناخذ الديبارتمنت. مثلا هو معطينا راديو اكسس نتورك محمد عيسى. هذا شغلي في الاتصالات طبعا. شو الأشياء أخرى؟ هذا اللون. اللون لاحظ الديبارتمنت بهذا الشكل. الديسكريبشن احنا ما وضعنا بها شيء صح؟ اوكي ديسكريبشن ما وضعنا بها شيء. اوكي اتركها. هذا حيكون عندنا التكست. اوكي تكست ابيرانس ما يحتاج. تصور انه فقط هنا نكتب التكست كولر. اوكي اوكي بهذا الشكل ما بيحتاج. وحتى هون ما بيحتاج انه نذكر هذا. جود زين. في عندنا التكست فيو هون ايضا لو نحذفها خلونا نشوف. اوكي إيراك كركوك. جميل جدا. شو لينير لاي اوت. لينير لاي اوت تكست فيو الاول تكست فيو الثاني. خلونا نشوف التايم ايضا 9 دقائق. نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامه.